إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف حديثنا حول سورة الرحمن، وقد وقفنا على هذا السؤال الإنكاري التعجيبي: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في موردها الأول من سورة الرحمن، من بعد قوله سبحانه: والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم شرع بعد مباشرة في قصة الخلق ونعمة الخلق بالأحرى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وجعل يعدد بعد ذلك النعم، وكلما أورد نعمة ذكر معها: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وأيضا ذكر أصناف العذاب، نعوذ بالله من العذاب، وألوانه، فذكر أيضا بعد كل أمر من الترهيب، كما في الترغيب دائما، قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تكررت لفظا ولم تتكرر معنى، كما أشرنا إليه قبل في نهاية الحلقة السابقة من هذه المدرسات القرآنية، وذكرنا بأن الآلاء هي النعم، ويخاطب الله جل وعلا الجن والإنس لأن السياق يدل على ذلك، سوابقه ولواحقه وقرائنه. ومباشرة حينما قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، الأولى ذكر الصنفين معا المخاطبين: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. وفي السياق أيضا بعد سيأتي: يا معشر الجن والإنس، ويأتي أيضا: سنفرغ لكم أيها الثقلان. فها هنا إذن الصنفان المخاطبان، أو هذا المثنى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، إنما هما جنس الإنس وجنس الجن. لأي نعمة من هذه النعم التي أذكرها يذكرها الرحمن جل وعلا، بدءا بتعليمه القرآن، وخلقه الإنسان، وتعليمه البيان، ومنه عليه سبحانه وتعالى وعلى الجان بنعم لا تحصى عدا ولا معنى في الدنيا وفي الآخرة لمن أنعم الله عليه بالجنة. الآلاء قلنا هي النعم، وهي متضمنة أيضا لمعنى النقم، لأن حضور النعمة نعمة، وغياب النعمة والعياذ بالله نقمة، نعوذ بالله من النقم. فهو جل وعلا المنعم بالآلاء أي بالنعم، وهو سبحانه وتعالى الذي يمنع الآلاء ويمنع النعم أي يحبسها، فإذا حبسها فتلك عين النقمة. فالنعم منه جل وعلا،
والنقم منه، نعوذ بالله من نقمه كما نعوذ به من عذابه. ولذلك ذكرت باعتبارها من لواحق المن بالنعم، وذكرت باعتبارها من لواحق عذابه ونقمه، لأن شكر النعمة نعمة يزيدها، ولأن كفر النعمة نقمة لا يحل بالعبد إلا غضب الله، نعوذ بالله من غضبه. وشيء مهم جدا في هذه الآية العجيبة التي تكررت كما قلت لفظا ولم تتكرر معنى، ولا شيء في كتاب الله يتكرر معنى، وإنما المكرر شكله ولفظه، أما المعاني فلا حد لها ولا حصر لها في كل آية بل في كل كلمة من كتاب الله جل وعلا. الشيء المركزي المرجعي الذي تحيل عليه هذه الآية العظيمة، آية النعم بما تتضمنه من نقم أيضا، فبأي آلاء أي بأي نعمة من هذه النعم تكذبان، أعني يا معشر الجن والإنس. فالتكذيب إذن يؤدي إلى النقم أي إلى انحباس النعم. هذه الآية هي في صلب الإيمان، في صلب عقيدة الإسلام، وهكذا يعرض القرآن الكريم كما السنة النبوية العقيدة أو الإيمان بالتعبير الأصح، هذا الإيمان الصافي، الإيمان الذي وجب أن يستبطنه كل عبد مؤمن مخلص لله الواحد القهار، أن يربط كل شيء به تعالى وحده دون سواه، نعمة ونقمة، نفعا وضرا، في كل ما ترى وتشاهد من النعم حاضرة وغائبة أي بمعناها المعاكس. وهذا الأمر شبيه إلى حد بعيد بتعبير الفقهاء أي أبو الأحرى، يعني تعبير الفقهاء هو مؤخوذ منه، هو تعبيرهم بالمصلحة والمفسدة. فهذان التعبيران مرتبطان، إذ حضور أحدهما مؤد إلى انتفاء الآخر، لأنهما نقيضان، حيث الصلاح لا يكون فساد، حيث تغيب المصلحة إنما معناه حضور المفسدة. ولذلك حيث تحضر النعمة تغيب النقمة، وحيث تغيب النعمة تحضر النقمة. فهذا التعبير القرآني إذن هذه الآية تختزل معنى عظيما من حقائق الإيمان وجب على المؤمن أن يتدبره، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الآية تحيل إلى شيء عظيم في الدين، في عقيدة الإسلام، في حقائق الإيمان، في شؤون الربوبية، وهذا الذي أحوم حوله منذ البداية، وهو الأسماء الحسنى. أسماء الله الحسنى أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى تعرض آثارها في سورة الرحمن من بدايتها إلى نهايتها. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، كل ذلك إنما هو تعبير عن فعل الله سبحانه وتعالى خلقا وتدبيرا وتقديرا وهداية ورعاية، نفعا وضرا، ترغيبا وترهيبا، جزاء وعقابا، إلى غير ذلك من الثنائيات التي ذكرت حقائقها في سورة الرحمن من البداية
إلى النهاية خطابا للإنسان والجان. قلت كل ذلك هو من مقتضيات أسماء الله الحسنى. النعم الآلاء، بأي نعمة من هذه النعم التي أمرنا بتدبرها بهذه الآية؟ لأنه حينما يقال لك فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي نعمة من هذه النعم، هذا السؤال هو حظ للعبد لا على أن يشكر النعمة وحسب، وإنما فوق ذلك وقبل ذلك أن يتدبرها. وتدبر النعمة حتما يقودك إلى أسماء الله الحسنى. ما من نعمة النعمة مما ذكر في هذه الصورة وغيرها من الصور القرآنية مما طلب منك أن تشاهده في الكون، لأن الشيء العجيب في هذا القرآن أنه يحيلك على الكون أو ما يسمونه بالطبيعة الخلق بتعبير القرآن، هذا الخلق العظيم، السماوات والأراضون، الشمس والقمر بحسبان، هذه النجوم، هذه الأعشاب، هذه الأشجار، كل ذلك حينما تتدبره نعمة النعمة، شجرة وحجرة ونهرا وأرضا وسماء وموتا وحياة، كل شيء تتدبره تدركه إذا قرأت القرآن حقا أن الله جل وعلا فاعل في خلقه، مدبر لشؤون مملكته جل وعلا كما يريد سبحانه وتعالى. لا شيء مما يقع إلا وهو تجل من تجليات أسماء الله الحسنى. قد يقول قائل هذا أمر بدعي، نعم هو كذلك نظريا، لكننا ننسى أنا وأنت بسبب الإنس والعادة تلفت الطبيعة الاجتماعية والعمرانية وأيضا الكونية، فننسى صلة الأفعال بالله، ننسى لما تشاهد مثلا الحوادث والأحداث الإعلامية التي تحدث، الأخبار هذه الفئة قتلت من هذه الفئة، وهذه الدولة تدخلت في هذه الدولة، وقعت هنا حرب، وقع هنا كذا، وقع هنا فيضان، وقعت هنا كوارث، وآخرون يعني سرقوا، وآخرون قتلوا، وآخرون قتلوا، وآخرون ظلموا، وآخرون ظلموا، كيبان لك أنه الإنسان يعني يتصارع فيما بينه السلام، كلا إنما هي أسماء الله الحسنى تتجلى في خلقه سبحانه جل وعلا. أبدا لا يقع شيء بغير علم الله، ولا يقع شيء من علم الله إلا بإرادته، كل شيء هذا حركة الإنسان دائرة بين التيسير والتسخير، وذلك كله هو معنى الابتلاء، يبتلي العباد بعضهم ببعض، فمن ظالم ومن مظلوم، ومن صالح مصلح، ومن فاسد مفسد، وهلم جرا، وكل مكنت له الأسباب. تسخير، ربي سخر لك الأسباب لتصلح ولتفسد، وأنت الذي تتحمل مسؤولية قرارك ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. النعم الآلاء مرتبطة بأسماء الله الحسنى جل وعلا. هذا المعنى العظيم يغيب عنا كثيرا بسبب الإلف والعادة،
يجب أن نستحضره في نظرنا للحياة من بدء فجر كل يوم إلى نهايته، لحظة لحظة، خطرة خطرة، لتكون عبدا لله حقا، لتكون مؤمنا بالله حقا. وذلك هو التوحيد الحقيقي، وليس الشكلي أو بالأحرى الشكلاني، بل التوحيد الحقيقي أن تربط كل فعل بإرادة الله وبعلمه وبتصرفه سبحانه وتعالى في خلقه وفي مملكته. فليس عبثا ولا استطرادا ولا زيادة لغير معنى أن تذكر أسماء الله الحسنى ألفاظا ومعانيا في كتاب الله بشكل يكاد يغطي القرآن، بل يغطيه بدون يكاد، يغطي القرآن كله من بدايته إلى نهايته. لا تجد صورة من صور القرآن لا تتضمن اسما من أسماء الله الحسنى أو مفهوما من مفاهيمها من الفاتحة حتى الناس. هذا الشيء ماشي غير هكذا، كوكب هو الله جل وعلا رب العالمين سبحانه، لكنه بحكمته علمنا أن نقول هو الله، هو الله جل وعلا، هو الرحمن، هو الرحيم، هو الملك، هو القدوس، هو السلام، هو المؤمن، هو المهيمن، هو العزيز، هو الجبار، هو المتكبر، إلى آخر ما أذن لنا أن نعلمه من أسمائه الحسنى. ألفاظ يعني هذه الألفاظ، هذه الأسماء نفسها والمعاني، وإنما المعاني هي تجليات لأسماء الله الحسنى. مثلا العلماء من بكري يعني كاين خلاف منهم واش يعني الأسماء الحسنى نستخرج لها مشتقة أو نستخرجها بالاشتقاق أم لا، نخرج من هذا الخلاف، بمعنى أنه مثلا المنتقم ما وردش في الكتاب كيف، ولكن كاين إن الله عزيز ذو انتقام، ما كاينش اسم المنتقم. طيب، ولكن الانتقام فعل إلهي، حقيقة قضية الاسم، يعني هل يجوز أن نسمي الله ذلك أم لا؟ الأصلح أن نقف عند العبارة التي أذن لها، أذن لنا أن نسميه بها، ولكن من حيث هي صفة لفعل من أفعال الله هذا مقطوع به في كتاب الله ولا ينكره إلا جاهل بالعربية. كون الله تعالى ينتقم من الظالمين هذا لا يمكن لعاقل ولا لعالم أن ينكره، النص واضح ومسمع الأصولين بدلالة العبارة لا تحتاج إلى تأويل ولا إلى تفسير، إن الله عزيز ذو انتقام. فلذلك قلت هي آثار لأسماء الله الحسنى، الانتقام آثر من آثار اسمه سبحانه القهار الجبار، وهي أسماء ثابتة نصا. فأسماء الله الحسنى أوسع من أن يحيط بها عقل إنسان، لأنها أسماء لله رب العالمين الذي يحيط سبحانه بكل شيء جل وعلا. الكون كله، الخلق كله، السماوات والأرضون وما يقع بينهما من أفعال العباد، ملائكة كانوا أو إنسا أو جانا أو بهائما أو ما قدر الله أن يخلق من خلقه مما نعلم أو لا نعلم، كل ذلك مرتبط بأسماء الله الحسنى قهرا واختيارا. قهرا بمعنى أنه من غير خاطرك، كجريان الدم في شرايينك، لست مسؤولا عنه ولا قادرا على ضبطه ولا على تأثير فيه حبسا أو زيادة أو نقصانا. وكدقات قلبك خفقا وعدا، لست قادرا على التحكم في ذلك.
هذيك أسماء الله الحسنى اللي الأنوار ديالها والآثار ديالها والأسرار ديالها تسير، لأن الله عز وجل مسير المقدر بصفاته بأسمائه حياة كلها، وأيضا حينما تختار في الأفعال الاختيارية بمعنى ما يسر لك فعله ومكن لك فعله من الخير والشر، ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، أي مكنك وأعطاك القدرة على فعل هذا وفعل هذا. حينما تفعل فإنما تفعل بقدرة الله جل وعلا وإذنه ارتباطا باسم من أسمائه، مما علمنا أو مما لم نعلم. فالأسماء الحسنى إذن هي سر أو بالأحرى مفاتيح لفهم الحياة البشرية وفهم الطبيعة أيضا في علاقتها بالإنسان وفي علاقتها بنفسها وفي علاقة كل شيء برب كل شيء. ولذلك هذا التكرار العجيب في اللفظ إنما يحيلنا على تجليات لا تكاد تنحصر لأسماء الله الحسنى. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهكذا كلما ذكر نعمة أو نقمة يذكرنا جل وعلا أن ما هي أسماء الله الحسنى، أن ما هي إرادة الله جل وعلا، أن ما هي الربوبية بما تجلى عنها سبحانه وتعالى من أمر، يعني الأمر الكوني. ألا لله الخلق والأمر، الأمر الكوني مش الأمر ديال الشريعة، على الأمر إنما أمره الأمر الكوني، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو محيط، هذا الأمر محيط بالأمر التشريعي. فلذلك هذه الآية اللي كتعود الألفاظ ديالها والحروف ديالها هي نوافذ للعبد المتدبر للقرآن، نوافذ يطل من خلالها على مشاهد لا تحصرها العين ولا يحدها البصر من عظمة الله المتجلية في خلقه سبحانه وتعالى. فسبحان الله العظيم، كما سنرى بعد بحول الله، ما من آية تذكر ويأتي عقبها فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا وفيها من العجائب والغرائب التي لو تدبرها الإنسان لأصاب الخبل عقله، يعني العقل ديالو كما نقولوا بالدرجة يتخلط يتخربق، لأصاب الخبل عقله بسبب أنه لا قدرة له على استيعاب حقيقة تلك الظاهرة أو ذلك المعنى من أسماء الله الحسنى. ولنبدأ بقوله تعالى بعد ذلك مباشرة: خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. خلق، أي إحالة على اسم الله الخالق الخلاق، لترى أن كل موجود موجود ما هو إلا فعل من أفعال الله، ما هو إلا أمر من أمر الله، كن فيكون، وأن ذلك من أعجب فعل الله. معنى الخالقية الذي لا نكاد ندرك ولا شعاعا واحدا من أشعته وأنواره بما هو اسم من أسماء الله الحسنى، معنى يبتدئ بعالم الشهادة، كنشوفوه في هذا العالم المادي المحسوس، بدءا بأنفسنا باعتبارنا مخلوقين لله. خلق الإنسان وخلق الجان وما يحيط بهما وما حولهما من مسخرات ومن خلائق أخرى الله أعلم بها،
يبتدئ من عالم الشهادة ويمتد إلى أعماق عالم الغيب، وتنتهي قدرة العقل على المتابعة، كيبقاش قدر العقل يزيد. وأعطانا شيئا عجيبا ها هنا لبدء التدبر، كيعطيك الرأس الخيط منين تبدأ. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. الصلصال ضرب من الطين يابس، وسمي كذلك لأنه يابس، قالوا لصلصالته يعني. ولذلك الناس عادة كيسميوه باش كيمسحوا الواحد في المسجد الصلصال، لأنه طين فعلا، مادة طينية يابسة ولها خشخشة أو صلصالة عند ارتطام أحجارها بعضها ببعض. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، شيوسه ومتانته، وخلق الجن من مارج. المارج يعني كما نعبروا يعني بالعامية، مثلا هذوك اللي كيقطروا الورد ويصنعوا ما ورد، يصنعوا منه أيضا واحد المادة عالية جدا كيسموها روح الورد ولا روح الزهر. هذاك المارج هو روح النار، يعني الخلاصة الصافية، القطرة من النهج من النار، نعوذ بالله من النار، نار الدنيا ونار الآخرة. مارج من مارج من نار، الروح ديال النار خلق منها القدير الخالق سبحانه الجن أو الجان. لأن من مراء جن في العربية هي شي حاجة اللي كما نقوله بالدارجة مارجة، عربي فصيح أصيل. نقول البيضة إذا كانت بيضة خاسرة كاين اللي كيقولها قيفة ولا مارجة، قد شرسها يعني، صارت يعني شيئا لزجا مختلطا متحركا شديد الحركة إلى غير ذلك من المعاني. والمكان اللي فيه الماء كنقول له مرجع، فهذه المرجع ديال النار يعني الخلاصة ديالها، كما قاله غير واحد من المفسرين. شوف سبحان الله، الجسم الإنساني ثقيل يعني طيني صلصال خشن في خشونة كالفخار، والجسم الجني أو الجاني أيضا خفيف حراري، ولذلك يتسرب في الأشياء لأن الحرارة تتسرب في الحديد وفي النحاس وفي الحجر وفي أي شيء، بينما الجسم الإنساني أو الإنساني غير قابل لذلك. وليس هذا مجال كلامنا بالدرجة الأولى وبالقصد الأول، وإنما الكلام عن اسم الله الخالق أو عن فعله خلق، الذي وجب على الإنسان إذا نظر إليه أن ينظر إلى هذه النعمة، أقدير هو على تكذيبها؟ فأي طلسم في الكون بعد ذلك يمكن أن يفك له هذا الإشكال، إشكال الوجود الإنسان وغير الإنسان؟ إذا أنكر قضية الخلق سيضرب في التيه والضلال ولن يذهب بعيدا. النظريات الإلحادية عبر التاريخ ما كتعمرش أكثر من 60-70-100 عام وتنقرض أجيالا وقرونا، ثم ينفخها الشيطان مرة أخرى في جيل بلغ من الضلالة ما بلغ، وتنتعش قليلا ثم تنتهي. لما جاءت النظريات الشيوعية الإلحادية التي تنكر وجود الإله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، وبنات دولة بل يعني تكتل دولي كبير
لم تعمر أكثر من عمر إنسان متوسط العمر 70 ولا كده 70 سنة، مع أن هذا ليس من ناموس الدول. الناموس بمعنى القانون، سنن، سنن الله في التاريخ. الحضارات عادة حضارات تعمر القرون. إنسان يعني يعيش سنوات معدودات ومعلومات في متوسط المعروف، ولكن الحضارات والأمم كتعمر القرون عادة. ما كتحسبوش الحضارات بالسنوات، بالقرون. وحدها حضارة الإلحاد المعاصر الماركسية عمرت بالأعوام والسنوات، ما عمرتش عمر ديال بنادم طويل. أدرك الناس سقوط الشيوعية في العالم، سقوط الشيوعية حضرها قوم أدركوا بدايتها، كانوا الناس كبار في السن اللي كيعقلوا نهار بدات، وطول عمرهم تعاشوا فاش تسالات. بينما الحضارات الأخرى طولت بالقرون. علاش؟ لأنها تؤمن برب الكون على حق أو على باطل. ما كاينش مش مسلمين ولا مش مسلمين، يا نصارى يا يهود يا مشركون، ولكن كيقولوا كاين الله، كينكروش وجود الإله. لأن إنكار وجود الخلقي، أو لأن إنكار وجودي الخلقي كإنكار وجود العقلي تماما. لن يستمر الوجود بذلك إلا قليلا قليلا للابتلاء. مناقضة لفطرة الوجود ومضادة لطبيعة الأشياء. هذا إشكال كبير سيودي بالإنسان إلى العبث. لما تحيد نظرية الخلق كما يعبرون اليوم، غادي تعيش حياة عبثية. الجيل سيعيش حياة العبث، ولن يستقيم له شيء على الإطلاق، لا في الدنيا طبعا ولا في الآخرة. ولنعد إلى الخلق، وهذه الإشارة العجيبة. نحن نعرف الإنسان ظاهرا، هذا اللحم وهذا الدم وهذه الأحاسيس وهذه العواطف، هذا الخوف، هذا الأمل، هذا اليأس، هذا الحزن، هذا الفرح، هذا السرور. إنسان حياة متدفقة، ولذلك سمي حيوان إنه حياة متدفقة. كيف يكون هذا المعنى العظيم من صلصال كالفخار؟ لا قدرة للعقل على حل هذه المعضلة إلا أن يؤمن باسم الله الخالق الخلاق جل وعلا، الفعل الإلهي، الشغل ديال ربي سبحانه. لا مطمع للعقل في استكناه واستيعابه، غير ممكن. يعني تقول أنا غادي نفهم الخلق كيف تم، مستحيل، لأن فهمك للشيء مؤدين قطعا بالمنطق إلى كونك قد أحط به. تقبط مثلا واحد الموتور ديال سيارة، أنت ماشي مختص في الميكانيك، أجيك العجب، كتكبل واحد المادة سائلة هنا، المازوت ولا ليسونس، وكتخرج دخان من هنا، يجيك العجب، شيء غريب، سائل صار دخانا ثم حركة وضجيج، يجيك كل شيء غريب. ولكن أتقبط هذاك الموتور وتدير له دراسة نظرية أو دراسة تطبيقية على الإنسان الميكانيسيان هو أمي، ويتعلم ويحل ويركب وصل غيفهم السر اش كيوقع. فإذا لما يعرف معنى كلمة محرك، معنى كلمة موتور، ما معنى أنه عرف ذلك؟ أنه أحاط بدقائق تلك الصناعة من بدايتها إلى نهايتها. هذا معنى العلم بالشيء، الإحاطة به على ما هو في الواقع. الله أكبر. فإذا معرفة الإنسان بالمحرك كيف هو وكيف يكون
معناه أنه لو أتيحت له الفرصة، إن كنت تعطت له الإمكانات تاهو يصنع محرك تا ملي تعرف الموتور ديال السيارة كيفاش كيبدا وكيفاش تركب والعملية ديال الاحتراق ديال البنزين لما يخرج دخان كذا، يعني التفاصيل كتعرفها أنت. إذا تعطت لك الإمكانات الميكانيكية تصنع محرك، لأنك أحطت الإحاطة لما استيعاب كامل أحطت بمعنى المحرك. فالإحاطة بالشيء، إحاطة بالشيء منطقيا دالة على العلم بتفاصيله الكلية والجزئية، ودالة أيضا على إمكان صنع مثيله. ولذلك امتنع عقلا وواقعا وطبيعة وشرعا ودينا أن يحيط الإنسان بمعنى الخلق. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، تبحث تتعيا كيفاش الطين ولا بنادم، لا تستطيع أن تصل إلى شيء. أعطيناك المحرك ديال الطوموبيل، ها هو تحلو وترجعو لأصله، لأن أعطيتك بنادم حي مرزق ينطق يتكلم يستوعب يشعر يحس يبصر يسمع، ردو طين وعاود ركبو، مستحيل، لأنك لم تستوعب أصلا معنى الخلق ولا كيف الخلق. ما تقدرش بعد غير تمنحية علمية تعرف كيف تم الخلق، لأنه ببساطة فعل من أفعال الله، والله لا يحاط بعلمه ولا يحاط بقدرته ولا يحاط بأي اسم من أسمائه ولا بأي شيء من شؤون ربوبيته. وإلا فما معنى الرب؟ هذه الربوبية إعجاز بالعقل أن يحيط ولو بشعرة من آثارها. ولذلك مشيخي هفدك كان يقول لنا: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيها معنى اللوم والعتاب والزجر، كما يقول الإنسان الجن ما تحشموش، تكذبون بالله جل وعلا يا بني آدم ويا جنس الجن، تكذبون بالله، ماذا تدركون من فعل الله؟ ماذا تعلمون من صنع الله؟ ماذا تستطيعون من آلاء الله ونعمه؟ اللي يمكن له يكذب ولا غير ينقص من له قدرة على الاستيعاب. وكيف وأنت أيها المخلوق عاجز عن استيعاب نفسك؟ أنت ما عرفت رأسك. وأجهل الناس بالناس الناس، إنسان يجهل نفسه. لو تأمل غير حياتك اليوم تجد في نفسك عجبا ما لا تستطيع أن تدركه، شيء غريب جدا. من الشعرة ديال راسك حتى أخمص قدمك إلى أظفارك، شيء غريب يوميا نعيشها، لو تأملناها لشعرنا بالفزع. كاين في علم النفس المرضي واحد المرض ديال بعض الناس كيخافوا من القلب ديالهم، وفعلا راه مخيف، والله انه لم مخيف. يعني وكاين ايضا في واحد المرحله من مراحل الطفوله اكتشاف القلب، الطفل عنده المرحله المرآتيه، معروف هادشي في علم النفس، الناس اللي يدرسوا علم النفس، المرحله المرآتيه كيكتشف المرايه. الدري الصغير في الاول ما كيعرفش المرايه، بحاله بحال بعض البهائم الاخرى بحال الطوير، الطوير كيشوف المرايه كيجي غادي ليها، ولا يشوف الزجاجه كيجي بغي يخرج، والمرانه المرايه كيتوهم قط دير له مثلا المرايه غادي يبغي يدبز. ايضا الطفل الانسان عنده واحد المرحله ما كيعرفش الخيال ديالو في المرايه، كيسحب له كائن اخر، فكتجي واحد المرحله من الوعي يدرك انها مراه وان هذيك هي صورته. والانسان كتكون عنده مبكره في الطفوله الاولى جدا كيدرك بها المراه، لكن من بعد مرحله ثانيه كيكتشف القلب انه عنده شي حاجه في الجسم ديالو كتحرك وتتكلم بلا اذنه. الدري الانسان يعني ولا كيتكلم مع الطفل، الا حرك يده في الوعي ديالو هو بغى يحرك يده، لان انا ما بغاش كيحطها كلا ضغ هو كلا، حرك رجله ناض نعس، يعني وعدد الحركات او كل الحركات في الظاهر
كيفهم هو لأنه هو كيديرها، وكاين شي حاجة جسمه كدار هو ما سيقش الخبر، هو دقات القلب. ففي ديك اللحظة كيفزع الإنسان منها. وذلك فعلا يعني في علم التربية بنادم يرد البال للأطفال، لأنه يمكن واحد الطفل يفزع واحد الطفل بهذه القضية ويركب له مرض نفسي. وقد يعني بعض الحين كتحدث. علاش كنذكر هذا الشيء؟ كنذكروا للكبار، أنا وأنت دير ودنك في الخدية وتبدا تصين في بعض الأحيان لقلبك داق داق، فبغيت الناس كتقول لها هي عندها يسكت. لأنه ماشي أنت اللي مخدمه باش تخليه خدام، مخدمه مولاه سبحانه اللي خلقه. فلذلك فعلا يشعر الإنسان بأنه يجهل نفسه جهل تام. وغير هذا كثير جدا تقريبا، يعني الإنسان اللي يعني يتأمل الحياة كثير بزاف يتأمل هذه الأشياء الصغيرة كما بديهيات أو بديهيات، وليست كذلك. كل حياة الإنسان عجب، ما عمرك ما تقدر تذكر اللحظة اللي كتنعس فيها. سبحان الله العظيم، ندير ما الحياة كدير مسجلة للقرآن عند راسك، كتصنت لشي آية أو درس أو كذا، كتقولي وهاد الليلة نحاول ما نضيعش أي الحجرة ولا الضوء باش خدام، غير نقول بغيت الناس ونطفي مشيت. لأنك لا تستطيع تسجيل اللحظة التي تنام فيها، كتخطف ماشي كتنعس، تنوم. يعني النعاس أو النوم ليس إرادة بشرية، هذا شيء خارج الطاقة ديالك، خارج الإرادة ديالك. اللحظة اللي كنشعروا بها في النوم، يلاه كنشعروا بأن النعاس ديالك بدا كيطير، كتقول أنا باغي النعاس. هذه غير مجاز، أنت باغي، ما عندك إرادة. وإنما النوم يقتحمك، هو كيجي عندك النوم، يدخل عالمك بأمر الله، بأمر الله، ألا له الخلق والأمر. ولما يقول للنعاس ما تمشي له شيء، وقلب عليه، وهو العرق عيا ما تحاول تجيب الناس ما يجيش. وكذلك لحظات الاستيقاظ، ما كتشعر حتى كتلقى الوعي ديالك حاضر، عجب حقيقي. لا تستقدم وعيك، ما تقولش وهاني نعس أرى نفيق، لا، هذيك غير باش كتعطي كدير إرادة غير باش تقعد. أما الاستيقاظ فقد حصل. جزئيات الإنسان اليومية من أعجب الأشياء التي تدل كل إنسان في نفسه على أنه جاهل بخلقه وبطبيعته، بغض النظر على أصل الخلق كيف صار هذا الوعي الإنساني الرفيع العجيب حياة وشعورا، كيف صار بالصاد من الصيرورة، كيف صار من صلصال كالفخار، فيش تحول الخلق. فلذلك حينما يسمع العبد هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان، قبلها وبعدها لا يشعر إلا إذا كان من المؤمنين والمتذوقين للقرآن الكريم، لا يشعر إلا بالخضوع التام لله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.